حقبة السنوات السبعينيات، يعني دي كانت قمة العطاء بتاعك الغنائي العاطفي. بعد ذاك جات الفترة بتاعت الثمانينات، وكانت يعني ذروة تفاعلك الوطني الظاهر من خلال أدائك الغنائي وما تتناوله من قصائد. ما قبل 70 وبعد 80 دي ممكن نقول على شنو؟ ما قبل الثمانينات، ما أنا في الستينات، 64 أنا ما فنان أكتوبر. في الستينات. أيوة يعني كان ندلو. أنا بغني الأغنية الوطنية من شهداء كرري إلى الاستقلال، ما في واحد غنى الاستقلال قبلي. ربما كان العطاء أكثر ثراء موسيقيا، مثلا زي عرس السودان، زي وطننا باسمك، زي جيل العطاء، يعني ابتدت تاخذ حجم أكبر. رغم إن أنا برضو بشتغل بالأغنية العاطفية، يعني ما خليت الأغنية العاطفية اللي هي في كل السبعينات اشتغلنا لإسماعيل حسن أسفاي أغنية عاطفية، اشتغلنا الأغنية الرمزية التي يعني سعيد قلت أرحل من غير معاد، اشتغلنا لصاحب الرمز الكبير عمر الطيب الدوش فناديها، اشتغلنا الحزن القديم، اشتغلنا لمحجوب شريف العظيم، كل أغانيه العاطفية والوطنية. فديك فترة كانت غنية، يعني مش مني أنا بس، من أغلب الفنانين كانوا بينتجوا إنتاج صحيح. أعتقد مرات فترات زي دي بتمر يعني، نعم، وبتحصل فترات ركود يعني. طيب أستاذ وردي، يعني أنت في فترة من الفترات كنت عضو في مجلس إدارة معهد الموسيقى والمسرح، وكنت أيضا طالبا في هذا المعهد الذي صار الآن كلية الموسيقى والدراما. الدور يعني الذي يمكن أن يلعبه أو تلعبه كلية الموسيقى في المجتمع السوداني شنو، أو مفروض يكون شنو؟ والله يا أخي ده كلام كبير. أنا اللي بفهمه، إذا أنت عايز تطلع شعب فنان يطلع منه فنان، أدخل الموسيقى في المدارس يدرسوها. يطلع لك الموهوب والمثقف من خلال دراسته كأي مادة هو بيدرسها. لكن كونك تختار لي بشهادة سودانية إنسان غير موهوب وتخطه في المعهد 5 سنين عشان يطلع لك عازف نص، ده ما بيقدم الفن. طفله شره تصرخ
تتشرف وتتصرف لا باريت بالأبانوت لنادي كتباتي
فرحة عيد وراشك دور مرح حربك تتاير الليل ورن الطبلة غد تفكير رن الطبلة غد تفكير رن الطبلة رن الطبلة غد تفكير رن الطبلة وراشك تور مكة حربة لتايرة دين ورنة طبلة رقصة طير ورنة طبلة ورنة طبلة نعيش توسن ونعيش موسم بشاشات كبيرة رنة طبلة رنة طبلة نحس نشعر شبابنا الطويل ولا يوم فات إذا فات بسبال أستاذ وردي، يعني يعرف دائما عنك آراءك الجريئة والواضحة، في ناس بتعجبهم طبعا وفي ناس ما بتعجبهم، يعني الواقع الغنائي في السودان الآن رأيك فيه شنو؟ إذا أنا اتكلمت صح في ناس الكلام ده ما حيعجبهم، مش كده؟ انت اتكلمت صح، انت تكلم. إذا أنا بتكلم صح والما عجبه يشرب من البحر. أنت تكلم، نحن بنوصل، نحن الحالة بنوصل. لا تسر إطلاقا، دي حقيقة، يعني ما في اجتهاد، ما في عمل جديد، ما في فنان عنده طموح أنه يقدم الأجود والأحسن، لكن هذا لا واكتر بقت فلان يقلد فلان، لكن ده ما بيعني انه يعني بعض الفنانين عندهم مجهودات مقدرة. انا ما نكرت بعض اطلاقا، لا يمكن، انا ما قلت انا الفنان الاوحد. بعض الفنانين اللي كان عندهم مجهودات اما لكبر سنهم اما لوفاتهم انتهوا. أما الموجودين الآن قل لي اسم واحد عنده إبداع. الموجودين الآن مجموعة يعني كبيرة من الفنانين، أسماء لامعة في مسيرة الغناء في السودان. ما في. طيب ده رأيي أنا. ربما أنا ما هعلق على رأيك، خلاص بدون تعليق. على أني الخير ترفرف
بناتك معمر تطلع شمس عراسك من بناتك معمر تطلع شمس عراسك يا شعب Thank you.
وجمرة حليبة وجمرة أربع صادق حليبة وجمرة حليبة وجمرة خلي نشيدك كبروا ما كان الضحك العبرة كان الضحك لا يجين فيك اسمعتك لا يجين فيك اسمعتك في صغارك قطرا قطرا ملكك